بابا تسكت في اشي تفاحة. السلام عليكم، انا الحسام واليوم راح نلعب لعبة قصتها مثيرة جدا. قصتها عن فتاة تم خطفها ووضعها في بكفي مش راح احرق عليكم القصة، يعني انتوا احضروا الفيديو وبتعرفوا القصة كاملة. ف يلا نبدأ. بسم الله نبدأ. اليوم الاول شو هاي جراني؟ بدي اخذ حبوب تعوني. اوكي هاي الحبوب، تعال. اخذت الحبوب بس بدي اشرب مي. وين مي؟ مي اوكي مي. انا كثير قصير ولا بتهيألي؟ اوكي مي من الحنفيه. اوكي شربت مي مع الحبوب. انا كثير قصير يا جماعه، شو هذا اطول. اوكي لازم اعمل اكل. هذا الاكل، ها هذا اكلي لليوم، احطه بالميكروويف. اوكي بدي اتحمم هلا. انا مش فاهم، يعني انا في بيتي وعم باكل وعم بشرب حبوب. انا ايش في؟ انا في طول هذا الحمام ليش؟ المهم انا ببيتي وقاعد بعيش حياه طبيعيه، فهلا انا هلا عم بتحمم. اوكي وهلا لازم استنى ابوي. وين بابا؟ بابا وين ابوي؟ استناه وين؟ استناه هان هيك؟ اصلا ما في مدخل للبيت، وين بده يجي ابوي؟ ما في حل غير انه يجي بالسقف. انا حلب العب هاي مش عارف شو، استنى ابوي يجي. ايش هاي؟ هاي اوكي حلوه اللعبه هاي، أول مرة أشوفها بس سهلة كتير. خلصت المرحلة الأولى، صارت المرحلة الثانية، هلا صار في اثنين. مين أشطر، أنا ولا هم؟ أنا طبعا. ها بابا وصل. من وين أجا؟ من السقف. بابا أوكي شكلي أنا ولد صغير عشان هيك قصير. أوكي شكلي لازم أطلع فوق. شكله أبوي حاطني بالقبو. هلو ده ها أنا حابسيني تحت؟ حابسيني بالقبو. أبوي بدوش ينزل تحت، لازم تضلك ممكن انعدي. اخذت حبوبك؟ نعم اخذت حبوبي، بيخلوني اصير نعسان، فبقول لي روح نام احسن لك. وانا بدي اياه يحكي لي قصه قبل النوم، بس ابوي شكله رضي بس يخليها قصيره. اليوم شفت وحش مخيف جدا، وبس شفته حسيت بخوف كبير، بس قدرت اهرب منه. عشان هيك لا تفكر انك تطلع برا، انا بخاف عليك منهم. شكرا بابا، والله انت رجال محترم تحميني. انا كثير نعسان ف انا هروح انام بابا، بس قبل ما تروح عندي لك اشي. So don't get bored عشان ما تمل. شكرا بابا. No worry. ما في مشاكل حبيبي. اوكي خلاص يلا بدنا نحكي لبكره. احنا خلاص بدي اروح انام وانت روح شغلك، شوف الوحوش اللي برا. باي باي بابا. اعطاني كتاب مذكره بدي اروح اكتب فيها، بدي قلم. هيو اوكي خلينا نكتب بالمذكره تاعتنا شو بابا حكالي. كان بحكي شو اللي صار معه اليوم، بحكي اليوم بابا اعطاني هاي المذكره وانا كثير مبسوط كنت، وحكالي قصه من فوق وشكل الوضع بخوف كثير برا، وراح تسمعه مني بكره. والله انا صراحه مش مطمن لبابا هذا ابدا ابدا ابدا. انا راح انام. بابا حبسني في القبو، انا صحيت في نص الليل. استنى شوي بكمل. ايش هذا؟ في اشي هناك. الو يا حيوان اهدى شوي، يعني مفيش اشي بخوف صراحه. بابا انا خايف. بابا هل ايش في؟ استنى اليوم الثاني. اوكي خذ حبوبي. اخذت حبوبي، اشرب مي، شربت مي، اجهز الاكل احطه في الميكروويف، اتحمم. تحممت، استنى ابوي تعال نلعب اللعبه هاي. لسه المرحله الثانيه، صارت الثالثه، الموضوع بدا يصير اصعب. انا مش فاهم كيف المرحله 30 بدنا نتحدى 30 واحد. 4 5 6 7 8 9. اجا بابا تعال الحقني. بابا امبارح شفت حلم بخوف كثير، تعال بابا. انا رجعت، كيف حالك؟ انا الحمد لله تمام، نمت كثير منيح مع اني كان عندي كابوس حلم غريب. هل انت منيح؟ منيح. ما تخاف. اخذت حبوبي؟ نعم اخذت حبوبي حبيبي. انا لازم اخدهم كل يوم، مش عارف هو لازم تاخدهم كل يوم؟ لا مش لازم،
والله ابوي هذا شكله وراء شيء، بحكي لي لازم تاخذهم كل يوم عشان ما تنعدي. طيب اوكي حاخذهم. المهم لقيت اشي اليوم، بابا لقى شوية اكل، مش عارف وين عايشين هما. رحت عنده لقيت وحوش. نعم العالم برا في فوضى، الوحوش بتقلد صوت البشر. إذا سمعت أي حد غيري ما تعمل صوت، لازم ما يلاقوك. أنا خايف بابا. وإذا عملوا صوتك كيف راح أعمل إنه هذا أنت؟ خلينا نلاقي باسورد بيننا، كلمة سرية أبل. أوكي أنا بعرف شو التفاحة. أنت وين حطيني بابا؟ بابا طلعني برا هذا السجن، هذا حبسني يا ابوي. يا سلام، انا بدي اصحى عشان اروح انام، عشان اصحى. ايش في يا بابا؟ اوكي بابا يلا بدي اروح انام، باي بابا، تصبح على خير. لازم نروح ننام مره ثانيه هلا. اوكي نكتب في المذكره قبل ما ننام. ايش صار؟ العالم برا في فوضى. شو قصده؟ هاي الصوره ولا هاي الصوره؟ انا حختار هاي الصوره اللي على اليسار. اليوم بابا حكى لي انه العالم فوضى وفي المهم انتم سمعتوا القصة. وهلا حنروح ننام للمرة الثانية، هلا حيكون في حلم صح؟ اوكي صحينا. وين انا؟ او انا فوق العلية. هي طلعت انا برا بابا، تعال بابا حبستي تحت. ماشي يا بابا انا طلعت. هيني العالم في فوضى عن جد. ايش هذا؟ نفس الرسمة اللي انا رسمتها. عم بحلم من... لو عملت الرسمة الثانية شو راح يصير؟ بابا هيلب، بابا ساعدني، انا طلعت بابا. فيش وحوش يا بابا، انت كذاب. بس العالم بفوضى صراحة ومش فاهم اشي انا، بس عم بمشي. لسه بنمشي. يلا كثير مشيت، يعني حرقت كل اللي اكلته انا هيك، ما ضل بجسمي شو اسمه كالوريز. بابا تسكت، في اشي على الارض. هذا قلب تفاحة. أوو بخوف. ايش اخذ حبوبي؟ انا اخذت عنب بس بحكي هل هذه تفاحة؟ نعم انها تفاحة. روح نشرب مي 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 مي. اشرب 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 اشرب. شربنا المي، ناخذ الاكل. وين الاكل؟ لازم اتاكل من الكبورد. ايش الكبورد هاي؟ في اكل قديم. طيب بنحطه بالمايكرويف. معلش ابوي اليوم نسي يجيب لي اكل، او شكله مات او اشي. اوكي بنروح نتحمم هلا. تحممنا وبدنا نستنى بابا. خلينا نكمل لعبتنا بالايباد. تعالوا استنوا شوي يا حبايبي، اصبروا بنبدا واحده واحده. فجاه هيك تدخلوا علي كلكم. عيب. مرحله 10 ال 11 اصبر. طب ليه بيطلع جنبي هو قاعد؟ ال 12 اوكي حشرتهم. اوكي حشروني. 13 14 15 16. اصبر. وين اجيت 17 18 19 20 21 22. بابا يلا تعال خلصني. 23. اوكي خبط فيه. 24 25. اوكي بابا اجا. يا بابا عم بلعب قاعد انا. وين بابا؟ لهلا ما اجا. انا ما جاش بابا، بس انا عم بحكي وين بابا. ايش في اشي هان؟ اخذت هاي بس فيها الزرع. سقيت الزرع. هلا هاي راح تكبر ونشوفها كل يوم تكبر. هذا اوكي مهم. بابا وينك؟ بابا انت هنا؟ وينك؟ انا خايف بابا. الو. ما جاش اليوم بابا، ف مش عارف هروح اكتبها بمذكرتي. سجل بابا ما اجا اليوم. عشان عندي صورتين طب شبه بعض بالضبط هما التنتين. وين بابا؟ ليش بابا شعره طويل هيك؟ اليوم بابا ما اجا، انا كنت لحالي وخايف. اتمنى انه يجي بكرة، وانا بكره اني اكون لحالي. وين بابا؟ والله ما بعرف. اروح انام، صباح الخير. واليوم عندنا حلم جديد. ايش فيه؟ انا بحفره. هاي لا بحبش الاماكن الضيقه، بحبش الاماكن الضيقه لو سمحت. طلعوني هيلب. فتح الطريق. كيف صار هيك؟ انا مش شايف اشي. اتمنى اني اشوف ارجوكم.
بابا بابا في ضوء هناك، في ضوء. اوكي في ممر جديد. بابا بابا الحالي يا بابا، يعني مش فاهم شو الكوابيس هاي والاحلام. انا مين وانت مين وبابا مين والوحش مين؟ الحقونا الرجاء. اوكي نرجع مكان ما اجينا. بابا او في طريق قدام صارت على اليمين على اليسار، ما في اشي صح. اوكي ما في اشي. بابا الحقونا بابا، انا خايف. هو اللي باللعبة مش انا، انا مش خايف انا، بس انا بحكي انه اللي باللعبة خايف. بابا لقيت الطريق. هيلب هيلب مي بابا. اوكي هلا يطلعنا وحش انا عارف، فجهزوا حالكم للخوف. انا عن نفسي كتير جاهز مش هخاف. هاي نفسيتي جاهزة كتير، وانا جاهز الى اشهد في درج الى الجحيم. بقدرش اطلع فوق الدرج. بابا لا يوجد. اوه في في هان بعيد عن السلالم، في زاوية ممكن اموت فيها. متت انا. صار يوم السادس. هاي ليش يوم السادس؟ كيف وين في في 3 ايام راحوا ناقصين. اوكي اخذنا حبوبنا، شربنا مي، اكلنا، تحممنا، وده استنى بابا تعال نكمل لعبتنا. اصبر 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 اصبر. اي مش مره واحده هيك. 26 قربنا نخلص اللعبه، اللعبه اللي جوا اللعبه. 27 28 29 لحظه الحقيقه 30 المرحله الاخيره هاي، وحنفوز وان شاء الله نشوفكم باللعبه الجايه. فزنا خلصنا، وبابا لسه ما اجى. خلينا بالحصان هذا شوي قبل ما بابا يجي. بابا يلا. باب مسكر وانا محبوس تحت. بابا بطل يجي. بابا باعني. بابا حتى هي خلصتها، ما عندي ايش اعمله بس هيك. استنى بابا طلع بالحيط واستنى بابا. يلا يا زلمه خلصي تعال. كيف حالكم؟ انا اسمي حسام وبسموني الحسامو. انا رجل عصابات مشهور جدا وعندي مصانع وممتلكات كثير وعصابه لا تنتهي. ايش في ايش في ايش في؟ استنى 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 استنى. ليش الدنيا بترج قاعده؟ بابا انا عصبت. وين بابا؟ بابا ولا تردش. ها مش اليوم كمان، ما جتش اليوم. ها روح نكتبها بالكتاب، انا عصبت كثير. ليش الدنيا بترج؟ انا عصبت عن جد يعني ولا شو؟ حنكتب بالكتاب انه احنا عصبنا. يلا اذا بابا مش جاي على البيت هل بحتاج اني اخذ الحبوب؟ انا صراحه شاكك في بابا، فانا مش حاخذ الحبوب. حبوب قصدي حبوب. صار له 4 ايام ما اجى، الحبوب بتخليني اتعب، فاذا هو ما اجى انا لازم اخذهم. لا مش راح اخذهم، انا مسؤول عن نفسي. هروح انام. صباح الخير. انا شاك في بابا هذا صراحه. انا صحيت في كابوس. اين انا؟ الله اكبر. كيف حالك انت؟ اوه سلسله. لا شو السلسله هاي؟ اوه 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 ار يو ها؟ هل انت متاكد من هذا؟ ها؟ مين بيتكلم معي اول شيء؟ بابا ولا تعال، انت السبب لكل اشي. انا بثقش فيك صراحة، حبستي تحت وحارمني من ضوء القمر. تعال نفك الثانية. الدنيا صارت ترج، صارت ترج كتير. انت بتوثقش في بابا؟ لا انا صراحة بوثقش في بابا ابدا. انا وين اصلا؟ بدنا اتوقع في كمان سلسلة لازم نفكها. بابا ولا بابا انت الشرير، انا حنتقم منك شر انتقام يا بابا. وين وين السلسلة الاخيرة؟ هيها هي اخيرة ولا مش عارف، انا من عندي افتت انه اخيرة صراحة. نهز العالم كله راح ينفجر. لا از ات وورث، هل هي تستاهل؟ هل بستاهل اللي بتعمله؟ مش عارف صراحة انا وين اصلا يعني عشان اقول لك بستاهل بستاهلش. بس اليوم السابع. اوكي اليوم بدنا نشرب مي بدون الحبوب. طب شو بصير اذا كبست عليهم؟ ما بدي اشرب. اوكي انا برفض. اوكي نشرب مي، بس في اكل. انا انتبهت انه في اكل، في اكل وفي ايش هذا. اوكي خلينا ناخذ الاكل. هل بابا رجع؟ يعني اكيد اذا الاكل موجود مين حيكون جابه غير بابا. اوكي جهزنا، هلا بدنا نروح نتحمم. خلصنا الدش وهلا بدنا ننتظر بابا. بس خلينا نسقي الزرع بالاول، مش راضي يكبر الزرع هذا والزرع الثانيه. اوكي وهلا بدنا نستنى بابا. يعني اهم اشي الحبوب، هي كانت تنعسنا وكانت تضعفنا. شو هالصوت؟ بابا انت اجيت؟ بابا؟ ها؟ اجا مين؟ رجع بابا. يس برنسس انا بنت. واتس ذا باسورد؟ شو الباسورد؟ ابل. اوكي انه انت فعلا.
وين كنت يا خاين؟ انا اسف، تعتذر على شو؟ سايبني لحالي؟ اشي مهم اجا. طيب كان لازم اروح لكم يوم، مش راح يعيدها، احسن لك ما تعيدها امانه. كيف كنت؟ كنت زي الزفت. هل كنت تاخذ حبوبك؟ انا كنت تمام. كان لازم اكل اشياء قديمه. تحكيش عن الحبوب، تحكيش عن الحبوب. ايوه، وانا ناخذهم. جاب لي هديه كاعتذار، جاب لي تفاحه. وين التفاحه؟ مش شايفها انا. بقول لي كل التفاحه وهي طازه. يس احكي له تعبان. يس كذب عليه. شكله لما اروح انا انام هو بينزل تحت وابصر شو بعمل، بحط الاكل وبعمل اشياء تانية. الله اعلم، الله اعلم بابا. هذا انا مش مطمن له بالمرة صراحة. هاي تفاحة، واو انها زاكية جدا. بدي اعمل حالي نايم هلا انا. اوكي نعمل حالي نايمين. شوف بابا شو بيسوي وانا نايم. تعال هلا افتح عينك شوي بس. هيو دخل بابا، دخل. طب ليه بيدخل وانا نايم بس؟ اش عندي؟ شكل الحبوب هاي بتخليني انام بدون حراك. بابا هلو، عم بحكي لي مرحبا. انا مش هرد عشان اني نايم. هل انت مستيقظ؟ لا. اوكي بده ها؟ في حد اجى على الباب؟ اوه ليش؟ مين هم؟ مين هم؟ بابا؟ كان حيبيع اعضائي هذا. توقعتها من الكل، من الكل الا انت. بابا ما سكرش الباب وراه. اوكي اتوقع انه احنا لسه بنص الليل، هو طلع بس يشوف مين اللي برا واحنا بدنا نطلع معه. تعال تعال. طلعت. بابا انا طلعت لك يا خاين العشرة. ها حبوب، ها خلي الحبوب عنده هون هيك. بابا في عناكب ولا؟ بابا كنت حاس انك خاين. احنا كأنه بمصحة عقلية لانه كأني مستشفى مش عارف. بابا اوف لسه في كمان درجة. هذا وين حاطني تحت الارض؟ بابا المدخل الرئيسي. المدخل الرئيسي لشو؟ هاي القبو. طلعنا برا. قلت لكم احنا بمستشفى. ها انا شكلي محبوس طول عمري وانا صغير، يعني حتى القمر مش عارفه او الشمس. ليش بتوجع عيوني؟ طب لانه شمس. طلعش عليها يا اهبل. خلصت اللعبه. طلع ابوي حبسني تحت، وهو مش ابوي شكله اصلا، شكله دكتور او اشي هيك من الناس المجانين بيعملوا تجارب على الاطفال. كانوا حبسيني تحت وبعدين بيعملوا علي تجارب، كانه كل ما انام بيعملوا تجارب. فانا بدي اشوف شو حيصير اذا كملت اخذ الحبوب. اوكي حختار اني اضلني اخذ الحبه. هنروح ننام هلا. اوكي صحينا بنص الحلم في البيت. مش متذكر احنا صحينا قبل شوي هيك برضو ولا لا. مفتوح الباب فوق. اوكي شو اللي صار؟ الو اشهد غرفتي مره ثانيه. السلام عليكم، حد فهمني شو بصير قاعد لو سمحتوا. اوكي حطلع فوق مره ثانيه وبرضو
غرفتي بس فيها سلسلة. حنرجع نطلع فوق مرة ثالثة. في حمام، في سلسلة بالحمام، السلسلة لسه موجودة وبالحمام لسه موجودة. حنطلع فوق مرة رابعة، هالمرة صاروا سلسلتين، وسلسلتين بالمطبخ، الله أكبر، وسلسلتين في الحمام، وسلسلتان هنا، ثلاثة. طيب احكوا لي اوكي، هاي اخر باب في حبة. اوكي اي تراست، انا اوثق، انا اثق في بابا، وصراحة بوثقش فيه، عشان هيك احنا بس بنجرب بعدين، فاهمين؟ بنجرب بس. خود حبوبي، وهلا بدنا نشرب مي. بابا حط لنا اكل، حط الاكل بالمايكرويف، نتحمم ونستنى بابا. بس بدنا نحط نسقي الزرع بالاول، مش عارف شو فايدة الزرع اذا بشض يكبر من اول ما لعبنا لهلا. وهلا نستنى بابا يجي. اوكي بابا اجا. بابا مرحبا حبيبتي، اخذت حبوبك كل يوم لاني بوثق فيك يا بابا. كعذر جبت لك هدية، تفاحة، اعطاني تفاحة. هناكل التفاحة، واو انها لذيذة جدا. هلا حنكتب بالكتاب تبعنا اللي صار معنا اليوم. اوكي على النوم. هلا لاحظت، اوف، يوم 147، احنا عششنا في المكان. طبعا الموضوع عم بتكرر ل 147 يوم. هلا بدنا نشرب مي، صرت كتير تقيلة. هذا اللي اعطاني اياه كتير مضر بالصحة، كل يوم نفس الاشي لمدة طوال، حتى صارت اتكلم شوي شوي بطيئة. اكلنا الاكل، هلا بدنا نتحمم. كل شيء صار بطيء، حتى شجرتي هاي ماتت. لا الا الشجرة تسقيها كل يوم على الفاضي. بابا اجا، بابا اخذني. بابا ليش بطني منتفخ جدا وكبير؟ ما فهمتش شو النهاية الثانية هاي. ليش بطني منتفخ جدا وكبير؟ شكلهم كانوا بينفخوا بطني عشان شو؟ عشان اشي مش عارف شو هو. اذا انتو عرفتوا شو اللي صار اكتبوا لي بالتعليقات. وهيك بكون خلصنا اللعبة تاعتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم، واكتبوا لي بالتعليقات شو بتكون نلعب العاب جديدة، وبشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامة.